بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معالي الوزيرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، معالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، معالي الوزير هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ بالرئاسة المصرية ورئيس لجنة التحكيم، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، السادة الوزراء والمحافظون، السيدة إلينا بينوفا ممثلة المقيمة الأمم المتحدة في مصر، الحضور الكرام. في بداية اسمحوا لي أن أتوجه بخالص الشكر لدولة معالي رئيس الوزراء لتكليفي بأن أكون المنسق العام لهذه المبادرة، وأشكر معالي الوزيرة الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على دعمها ومتابعتها اليومية وتوجيهاتها المستمرة للمبادرة، مما كان له أثر بالغ في إنجاز هذه المهمة في وقت قصير منذ أن صدر القرار بالإطار التنظيمي لها. كما أخص بالشكر الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ ورئيس لجنة التحكيم على طرح هذه الفكرة الرائعة غير المسبوقة عالمياً، والتي أحدثت حراقاً مجتمعياً بين المحافظات، واستعراض أفضل المشروعات التي تساهم في إيجاد حلول مصرية لمشكلة تغيير المناخ. وأشكر السادة المحافظين على التعاون والتنسيق والمتابعة منذ إطلاق المبادرة وحتى التقديم على المنصة الإلكترونية واختيار المشروعات. وفي النهاية أتقدم بالشكر لفريق عمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية وجميع الشركاء على الجهد العظيم، وأخص بالشكر الدكتور خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شريكي وصديقي في هذه المبادرة. واسمحوا لي أن أقدم لسيادتكم البرزنتيشن العرض الخاص بهذه المبادرة. أطلقت المبادرة وتحظى برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفذ تحت الإشراف المباشر لمعالي الوزيرة الدكتورة هالة السعيد. وتضمن القرار الصادر من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ثلاث لجان: لجنة وطنية للتحكيم برئاسة الدكتور محمود محي الدين، لجنة تنفيذية على مستوى المحافظات برئاسة كل محافظ وبالتنسيق والإشراف مع معالي الوزير التنمية المحلية، ولجنة التنظيمية الوطنية. كما شفنا في الفيلم إن في ست مشروعات، فئات مشروعات كبيرة، متوسطة، صغيرة، ناشئة هي الستارت أبس والمرأة، مشروعات غير هادفة للربح. وفضلاً عن ذلك، وإحنا طبعاً شفتوهم في المعرض النهاردة، 162 مشروع، ودي أتقدم بالشكر لهم وأبارك لهم على هذا الجهد الكبير في المساهمة في هذه المسابقة. فضلاً عن ذلك، قام كل محافظ باختيار مشروع سفير ليكون نموذج ناجح يمثل المحافظة ويعكس أولويات المحافظة ويكون نواة مستقبلية للتنمية المستدامة والحلول في هذه المحافظة نحو تغيير المناخ. اللي وراها أهمية المبادرة هدي حاسبها لمعالي الوزيرة الدكتور هالة السعيد والدكتور محمود محي الدين أقدر مني. نكست. طبعاً عشان كانت دي مبادرة غير مسبوقة وجديدة، فكان من الهام يحصل ثلاث حاجات: أولاً نحدد معايير واضحة جداً، ثم نأهل وتدريب اللجان التنفيذية في كل محافظة في المحافظات، وثلاثة وضع مسطرة موحدة للتقييم، فضلاً عن خطة إعلامية وتوعية إعلامية وقمنا بها على المستوى الوطني. وكل محافظ أشكره إن قام بالحملة الإعلامية سواء على الفيسبوك أو في الوسائل الإعلام المختلفة. أول نقطة طبعاً هو تعريف أو تحديد المعايير. كانت الناس بتسأل يعني إيه أخضر؟ يعني إيه ذكي؟ ففي تعريف واضح للمكون الأخضر اللي هو مكتوب على الشاشة: استخدام الطاقة، يكون الطاقة متجددة، نظيفة، الانبعاثات والتلوث، المخلفات، كل مشروع قد إيه بياخد سكورينج ونمر على هذا. المكون التكنولوجي يعني إيه ذكي؟ يعني مجرد حاجة تكنولوجية مستخدم إن شاء الله يكون أبليكيشن على المحمول، إنشاء حاجة على الإنترنت. لما يكون المشروع خاص بالمرأة يبقى فيه العنصر التقييم، التمكين وتكافؤ الفرص، نسبة السيدات المشاركة في المشروع، استهداف تمكين المرأة، القابلية للتكرار، قد إيه المشروع ده ممكن يتوسع أو يفي استدامة ويتحضر في محافظات أخرى أو حتى عالمياً، والأثر بتاعه التنموي على المجتمع، الإمباكت بتاعه. فدي طبعاً دي إحنا عدينا المرحلة دي، فممكن السلايد اللي وراها. طبعاً النقطة الثانية كانت مرحلة التأهيل والتدريب، مبادرة جديدة وفيها
منحة تعليمي عالي، فكان من الضروري نعمل جلسات تدريبية، فعملنا 5 جلسات تدريبية، 4 منهم فيرتشوال، واحدة عملناها في القاهرة، وجمعنا 250 من اللجان التنفيذية في كل المحافظات لكي تدريب بالمفهوم والتقييم وكل ده، فالحمد لله دي مرت على خير. وكان طبعا معالي الوزيرة أمرت احنا نطلق المبادرة وفتح الباب في 21 أغسطس، وكان المفروض نقفل الباب 7 سبتمبر، لكن لما كان في إقبال شديد جدا 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 وتلقينا، فمعالي الوزير الدكتور هيثم سعيد قالت لا احنا نفضل فاتحين الباب نمده لفترة حتى 18 سبتمبر، وتم عقد اجتماع مع الوزيرة والوزراء والمحافظين لمتابعة الموقف. دول زي ما شفنا في الفيلم 6281 مشروع والتوزيعات بتاعتهم، طبعا كان أكبر خانة فيها مشروعات غير هادفة الربح ومشروعات متوسطة ثم مشروعات المرأة كما هو موضح أمامنا. آلية التقييم كان مفروض أن احنا نلاقي مسطرة موحدة عشان يبقى حاجة في اتساق بين كل المحافظات، مش كل لجنة تقيم كما ترى، وبالتالي لتقليل كمية يعني نزود الموضوعية ونزود الحيادية، فعملنا المسطرة دي اللي فيها 21 معيار، فيها معايير رئيسية ومعايير فرعية كما هو موضح، يعني في الموضوع الذكي الأخضر قد إيه بياخد سكورينج، اللي وراها ده التكنولوجي وإن التطبيقات هكذا، ده كل التقييم. لما يكون المشروع خاص بالمرأة يبقى فيه تقييم خاص ليه، قد إيه بيدخل السيدات بيمكنهم، اللي وراها القابلية للتكرار برضو في معايير فرعية، والأثر والإمباكت على المجتمع والممتد. طبعاً أشكر المحافظين لأن تمت عملية من 20 لـ28 سبتمبر، كل اللجان في كل المحافظات تمت، كانت بتاخد مشاريع 1000 مشروع 500 مشروع بتقيمها وبتدينا النتائج، وفعلاً ادتنا النتيجة اللي هي 162 اللي وراها. ده سلايد مهم لأن ده بيبين إيه القطاعات، يعني إحنا خدنا 162 مشروع، طب في أنه مجالات؟ أكبر قطاع أو أكبر مجال كان تدوير المخلفات 46، وعندنا طبعاً في الطاقة 28، التلوث، التكيف مع التغيرات، التنوع البيولوجي والتكيف مع التغيرات، ودول مشروعات السفير اللي تحت، معظم الاختيارات من المحافظين كانت السفير بتاعهم يكون مشروعات كبيرة. بعد كده طبعاً المحافظين والمحافظات في مجموعات مختلفة أعلنت في مؤتمرات صحفية عن الفائزين على مستوى المحافظين، ودي التواريخ بتاعتهم، ودي كان هدفها مش بس التكريم بس، ولكن إحسان برضو حملة إعلامية والتوعوية بهذه المبادرة الهامة. Next. ثم انتقلنا إلى لجنة التحكيم الوطنية برئاسة الدكتور محمود محي الدين، وفيها الأعضاء اللي أقرهم دولة رئيس مجلس الوزراء. زائد عن كده الحمد لله قدرنا نحظى بمشاركة معظم منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات مختلفة زي برنامج الغذاء العالمي والفاو والبنك الأوروبي ونهاية الأمم المتحدة للمرأة واليون هابيتات واليون دي بي واليونيدو والإفاد، وأيضا المؤسسات المصرية، اتحاد البنوك، اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المركز الأول النهاردة إن شاء الله هنكرمه، هيبقى عنده هياخد جائزة 750,000 جنيه نقدا، والتاني 500,000 جنيه، والمركز الثالث 250,000 جنيه، وفودافون بتساهم بمبلغ 1,000,000 جنيه الفائزين بفئة المرأة، فضلا بقى عن تقديم منظمات الأمم المتحدة للمشروعات في صورة بناء القدرات ودعم فني أو دعم نقدي طبقا للاختصاص، يعني منظمات الأمم المتحدة تاخد المشروعات ال 18 كل في مجاله وتبدأ تشتغل عليه تقويه، تشوف تقدر تشبكه بارتنرز أو ما شابه. أحب أشكر التقدير طبعا الشراكة اللي عملناها مع الأمم المتحدة وعلى رأسها الـ UNDP والبنك الأوروبي والمنظمات الأخرى، وأشكر أيضا الداعمون لهذه المبادرة وعلى رأسهم شركة فودافون وبنك مصر وإي فاينانس وبنك لتنمية الصادرات وبنك الاستثمار العربي وإي إف جي إرميز وبنك مصر إيران ومؤسسة الألفي وشركة إنجيج. دي أعتقد في تقييمنا يعني من أهم السلايدز، الناس تكتب كسبنا إيه دلوقتي؟ دول في تقديري المكتسبات العشرة الرئيسية من المبادرة حتى الآن، هيبقى في مكتسبات تانية. توطين أهداف التنمية المستدامة،
إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية أول مرة في تاريخ مصر، إيجاد حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ على المستوى الوطني، إيجاد فرص استثمارية وآلية لتمويل المشروعات من خلال ربط المشروعات بالجهات المانحة والمؤسسات التمويلية والدولية، بناء قدرات الكوادر بالمحافظات، الشراكة الذكية. هنا طبعاً الشراكة بين المحلية والوطنية والدولية، عبقرية المبادرة دي أنها بتاخد من المحليات ثم على المستوى الوطني ثم تاخدها على الدولي، سواء زي في الكوب أو بيوند السنة الجاية في الإمارات أو بعديها. رسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، المابينج ده يبقى عندنا لأول مرة في مصر. تطبيق التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي، تمكين العديد من القطاعات بالمبادرة، خاصة قطاع المرأة طبعاً ادينا له حيز كبير في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة، والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لأن المبادرة دي معمولة أصلاً للمجتمع المدني والقطاع الخاص. الحكومة ممكن تقدم المبادرات بتاعتها أو المشروعات بتاعتها من خلال قنوات أخرى، لكن المبادرة مخصصة للمحليات ومن من الواقع المجتمع المصري. وأخيراً تعظيم العائد من الشراكات مع المحافظات، رفع الوعي الخاص بتغيرات المناخ. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.